أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً مثله في الجنة. قال: من بنى مسجداً، لكن ليحذر لابد من شرط، قال: لله. ولذلك قال بكير وهو أحد رواة الحديث قال: حسبت أنه قال، يعني ظننت أنه قال يبتغي به وجه الله. هذه الجملة من بكير تدل عليها جملة لله. ولذلك في رواية الإمام أحمد: يصلى فيه لله. في رواية ابن ماجه: يذكر فيه اسم الله. إنما يكون المقصود لله عز وجل. ولذلك من الأفضل والأكمل ألا يكتب الإنسان اسمه على المسجد. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله في المشكل قال: قد يبعد ذلك الصنيع من الإخلاص. قلت: صحيح أن بعض المساجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سميت مسجد بني زريق، لكن أقول ينبغي للإنسان ألا يحرص على كتابة اسمه على المسجد، وهذا لا يخالف الإخلاص إذا أراد بذلك وجه الله عز وجل، لأنه قد يقصد أن يكتب الاسم من باب أن يترحم عليه، من باب أن يترحم عليه. ومع ذلك لو لم يعلم المخلوقون فالخالق يعلم. إذن الأكمل والأفضل ألا يكتب الاسم،